باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هنتقابل النهاردة مجموعة من الأسئلة اللي تهمنا واللي جات لنا، ونحاول يعني بنركز على الأسئلة اللي يكون فيها استفادة للكل أو أمور ملحة لبعض الناس. السؤال الأولاني بعته شاب بيقول: أعاني من الملل من الصلاة بالأجبية، فهل يمكن أن أتركها فترة ثم أرجع ليها وليكن 15 يوم؟ الحقيقة أنا عاوز أب اعترافك يعرف المشكلة دي وهو اللي يجاوبك، بس كإجابة عامة أنا ما انصحكش تعمل كده خالص. هتتعود إنك ما تصليش بيها، وبعد كده هتلاقي نفسك صعب قوي ترجع لها. بس تعال نناقش المشكلة، الملل جه منين؟ أنا هقولك الملل جه منين. الملل جه من سببين: يا إما أنا مش فاهم بقول إيه في الأجبية، يا إما بصلي بسرعة فمش حاسس بالكلام، كأني بسمع أو كأني بقرأ. طب الحل يكون إيه؟ الحل يكون فيه عمق، إن إحنا عاوزين نهدي السرعة شوية ونخش المعنى الكلمة. يعني مثلا أنا بصلي مثلا صلاة الساعة التالتة، فواخد مثلا مزمور الرب راعي فلا يعوزني شيء، أو مزمور أي مزمور الرب نوري وخلاصي، أي مزمور، المزمور اللي أنا بصليه أحاول أحس الرب راعي واسرح كده لمدة ثانية. مش مهم تصلي 10 مزامير أو 12 مزمور، صلي عدد مناسب يتناسب مع قامتك وقدرتك، بس من فضلك وانت بتصلي صلي بتركيز، يعني الرب راعي، غمض عينك كده واشكره، قول له اشكرك يا رب لان حاسس فعلا انك انت راعي صالح عدد شعر راسي وحاسس به. مش ضروري كل مزمور اعمل فيه كده، لكن على الاقل مزمور كده اتامل فيه ولو ثانيه ثانيه مش اكتر. القطع، لما اجي اصلي القطع مثلا ما دام قلنا الثالثه: روحك القدوس يا رب الذي ارسلته على تلميذك القديسين لا تنزعه مني، ارجوك يا رب ثبته فيا، انا محتاجك، انا من غيرك ما اعرفش اتحرك يا رب، والروح القدس دوت هو روحك الناري وانا اوقات ببقى مكسل، اعمل حاجه فيا يا رب. عارف لو انت كل صلاه من الصلاه طلعت بفكره واحده بس وانت بتقول قدوس قدوس الله قدوس القوي، يا ترى بتوطي وتنحني كده بانحناءه امام مجد ربنا وكرامته؟ يا ترى بتقول له ارحمني كعظيم رحمتك؟ الحقيقه مشكلتنا مع الاجبيه ان احنا في اوقات كتيره قوي نكرر الكلام باطلا من اجل راحه الضمير. العباده دي ما تعجبش ربنا، العجابه اللي تعبت رب اللي تعجب ربنا انك تقول الكلام وانت حاسه وانت فاهمه. ابذل يا حبيبي شويه مجهود وربنا هيدي لك نعمه، لكن ما تسيبهاش. وتدبير اب اعترافك معاك هو الاهم زي ما انا قلت في اول الحلقه. السؤال الثاني، واحد بيقول كلام الحقيقه بيقابل المشكله ناس كتيره قوي، بيقول ايه: اكتر شيء بيتعبني هو قصه القديسين. يعني هنشوف بقى ايه اللي بيتعبه في قصه القديسين. فمثلا الانبا بشوي يربط شعره علشان ما ينامش، وقصه القديس سمعان العمودي اللي كان قاعد على عمود طول حياته. هو ربنا خلقنا علشان ما ننامش، ولا ربنا خلقنا عشان نسكن فوق عمود؟ وكاتب علامات استفهام وعلامات تعجب. الحقيقه تعال نتفاهم مع بعض بالراحه كده، هو الحقيقه الانبا بشوي لما ربط شعره، ربط شعره ليه؟ مش علشان يعذب نفسه، الحقيقه ما كانش قصده انه يعذب نفسه. الانبا بشوي ربط شعره في سقف قليته علشان من كتر حبه لربنا ومن كتر ما متمتع بالمسيح وبالرؤى السماويه اللي هو بيصلي وشايف بقى، حاسس بسعاده مستخسر انه ينام. طب انا ما بحسش بكده، وبصراحه ما حدش طلب منك انك تعمل كده. هل انت اب اعترافك قال لك مثلا تحط دبوس وكل ما تتعب من الصلاه تقعد على الدبوس فيشكك فتكمل صلاه؟ لا طبعا، الانبا بشوي ده كان قامه معينه، القديس سمعان العمودي. انت عارف عمود يعني ايه؟ انت متخيل ان عمود نور يعني؟ ما هو ما حدش هيقدر يقعد على عمود. عمود يعني عباره عن صخره مربعه كبيره شويه، هو طلع فوقيها ليه؟ علشان عاوز يعيش نسك، مش عاوز زوار يجوله، مش عاوز ناس تقطع صلاته، هو كانت قامته كده، وربنا كشف لنا قداسته بعد كده، بالرغم ان تدبيره عجيب. لكن هسألك سؤال، هو كل الرهبان اللي في البريه جابوا لهم عمود وقعدوا عليه؟ الحقيقه لا، ده واحد او اتنين في الكنيسه بحالهم في تاريخها
اللي قعدوا فوق عواميد. وكلمة عمود مش معنى عمود زي ما قلنا، هي عبارة عن صخرة طويلة كده كبيرة شوية إن بصعوبة الناس بتتسلقها، وعلشان كده سموه سمعان العمودي. يبقى ده تدبير خاص لناس معينين زي مثلا الأنبابولة والغراب. ما هو مش كل الناس اللي اترهبنت ربنا بعت لها غراب عشان يأكلها. فأنت ليه بتقيس نفسك على القامات دي؟ أنت هتتحاسب على وقتك، أنت هتتحاسب على دعوتك، أنت مش راهب ومش من الأوائل، مش من الآباء المتوحدين ولا من الآباء السواح. دي قامات احنا بنشوفها عشان نتعلم منها قيمة. لكن لو كل قديس هنقرا قصته نتعقد بالشكل ده محدش فينا هيكمل مع ربنا خالص. خليك ليك تدبيرك بإرشاد أب اعترافك. واحدة أم بتقول كثيرا ما أصل القداس متأخر بسبب أولادي، وأبونا يقول اللي جه متأخر ما يتناولش، وأنا كل مرة أتناول لأن ما بقدرش أمنع نفسي من المناولة وأخرج وأنا ضميري تعبان، فما هو الحل؟ ملحوظة، أنا أم وعندي توأم عمرهم سنة ولا أحد يساعدني في لبسهم نقط نقط نقط. بص يا حبيبتي، ربنا حنين قوي، ربنا مش عاوزنا نتدلع، لأن من يبكر إلي يجدني. والحقيقة ربنا ليه كرامة، مش معقولة يكون الملك موجود وأنا أروح بعد من الملك. ده حتى في عرف البشر يعتبر احتقار للملك، يعني المفروض يكون مستنيين الملك وهو جاي، مش الملك هو اللي يستنانا. لكن في الحالة بتاعتك انت، ربنا مقدر الظروف، عارف ان توأم صعب قوي هتغيري وتأكلي وتشربي وتلبسي وتاخدي شنطة على كتفك، فربنا مقدر ان في مجهود، ومش عاوز ضميرك يتعبك، لكن عاوزك تتفقي مع أب اعترافك على حاجة. تقولي له طيب انا لو اتأخرت لغاية قد ايه اقدر اتناول؟ ممكن يديكي حل انك انت لغايه لو حضرتي بس حتى من اول قداس يعني من اول قداس المؤمنين، وممكن يديكي اكتر من كده. بس التفاهم مع اب اعتراف، اللي عاوزين نثقل على ضميرك ونقول لك لا ما ينفعش تتناولي لان ربنا حنين ومقدر تعبك ومقدر جهادك مع الطفلين. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقول لك تعالي اي وقت وتناولي، لان ممكن تتعودي على كده، وحتى لو عندك فرصه انك تيجي بدري نص ساعه تكسلي تجيها. فاللي هيحكم على دي ضميرك وأب اعترافك. فربنا حنين، اطمني، واعتقد ان أب اعترافك هيقدر ظروفك وهيديلك حل يتناسب مع ظروفك. سؤال عجيب قوي انا وقفت قدامه فترة الحقيقة، لان السؤال ده يعني اثر فيا شوي. السؤال ده بنت، انا هقول لكم ملخص السؤال، ملخص السؤال. السؤال ده بنت بتقول ايه؟ هو الجواز بالعافية؟ انا عندي 14 سنة لسه تماهم وفي تاني اعدادي، وبابا عاوز يخطب لي واحد ابن واحد صاحبه، بيقول لي تتخطبي في الصيف وتتجوزي اول ما تتم 16 سنة. انا عاوز على الاقل ادخل سنة واخد دبلوم زي اختي الكبيرة، وانا حاسة اني لسه صغيرة. هي كاتبة بتقول انا من احد مراكز اسيوط بس مش من اسيوط نفسها، اختي اتجوزت صغيرة وندمانة على اللي حصل فيها، اعمل ايه؟ عاوزة مساعدة. هي بتقول انا حاسة ان انا لسه صغيرة، يعني نفس فكرة الجواز دي تعبها. الحقيقة يا بنتي على قد ما المشكلة دي اتأثرت فيا، لكن انا مش عارف اقدر اعمل ايه مع انا معرفش ظروفك ومزرعش ظروف اهلك. لكن انا هقول لك حاجه، حاولي ان يكون في ناس عاقله ليها كلمه مع بابا، عم كبير، اختك الكبيره اللي اتجوزت، ماما. بس انا خايف ماما تكون زي بابا، يعني يقولوا الجواز سطره والبنت تتجوز وهي صغيره. فنشوف حد ممكن يكون، لو في ابونا بابا بيحبه، بس برضو بقلق ان في الصعيد يقول لك انت جبتي ابونا تحرجيني فيعند اكتر. احنا هقول لك حاجه، هنصلي وانت عندك ايمان ان ربنا يقدر يتدخل. دي واحد. اتنين، هتكلمي واحد واتنين وتلاته. تلاته، حتى لو جه خطيبك ده او اللي جابه ابونا، انت ممكن تكوني جريئه وصريحه وتقولي بصراحه انا عايزه اكمل تعليمي، واذا كنت يعني اتجوز مش وانا عندي 16 سنه، يعني بعد كده
مرتب يا دوبك بيكفي ايجار الاوضه اللي واخدها شريك مع واحد واكلي وشربي ولبسي، ومش قادر اشيل المليم واحد. بالمناسبه انا مؤهل عالي. هو الحقيقه يعني ممكن تكون في مشكله في مصر، بس انت فكرت انت لما هتروح بره ممكن تشتغل ايه؟ اولا اسال نفسك الانجليزي بتاعك شكله ايه؟ ما هو ممكن يكون الانجليزي بتاعك مفيش خالص فما تقدرش تشتغل، او لو اشتغلت هتشتغل حاجات يعني ابسط من البسيطه. نمره اتنين، مين قال ان هناك الشغل متوفر زي ما انت متخيل؟ نمره تلاته، هتنزل على مين هناك؟ نمره اربعه، فلوس الهجره هتكلفك قد ايه؟ يعني ما تنفعش تقول انا مسافر معايا 1000 دولار. يا جماعه 1000 دولار هناك في امريكا زي 1000 جنيه في مصر، او يعني 2000 جنيه في مصر. فال1000 دولار دي ما تقولش هسافر معايا 8000 جنيه مصري، هتقول لا انا معايا 1000 جنيه مصري تخلص كده في 15 يوم. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ لازم تسال نفسك الاسئله دي. فممكن الواحد اوقات يهرب من ضيقه لحفره اكبر، او من مطب يعني مش عارف اقولها لك ازاي. ارجوك يا حبيبي، وبعدين ده لسه يعني انا مش عارف حتى كمان تقدر تاخد الفيزا ولا لا، لكن على الاقل فكر بالراحه، لان في ناس كتيره قوي راحت هناك وراحت للكنيسه وقالت شغلوني، والاباء الكهنه يقول طب نجيب شغل منين، ويرجعوا يقولوا الكنيسه هناك ما بتعملش حاجه. طب الكنيسه هتشغل مين ولا مين ولا مين؟ الحقيقه نفكر بالعقل، ما تخليش الضغطه تخليك تاخد قرار تندم عليه اكتر بعد ما تسافر وتكون صرفت فلوس كتير كمان. سؤال بيقول بحب الاعلام قوي وعاوز اشتغل في احد القنوات الفضائيه، ومن الافضل بالطبع القنوات المسيحيه، فكيف الطريق الى ذلك؟ يعني حاول تراسل القنوات دي وتبعت سي في وتقول انت دارس ايه وايه اللي ممكن تعمله، ويعني ونشوف ربنا يرتب. واحد بيقول كيف ينطق باسم النبي حجاي، فانا مكسوف اسال ابونا. النبي حجاي دوت فعلا في ناس ممكن تقول عليه حجي وممكن تقول حجي، يعني علشان اوقات ما بيبقاش في تشكيل، لكن هو اسمه حجاي، يعني حتى بالعبري حجاي وبالانجليزي حجاي، فهو نقول عليه ما نقولش ابدا حجي او حجي، هو النبي حجي، حجي يعني حجاي، حجاي اللي هي بالانجليزي يعني حجي. لماذا سمح الله بأن الخنازير، ده بيتكلم على مجنون الجدريين، بيقول لماذا سمح الله بأن الخنازير يدخلها الشيطان وتهلك؟ وإيه ذنب الرعاة؟ الحقيقة أنتوا عارفين القصة، إن كان في واحد مجنون ومش لابس هدوم وقاعد والقرية كلها بتخاف منه، فقابله المسيح، وبعدين المسيح الشيطان ابتدى يتكلم معاه، فقال له أنت مين؟ قال له نحن لاجئون، يعني مش شيطان واحد، لا ده مجموعة من الشياطين. فأمرهم أنهم ينصرفوا، قالوا له إئذن لنا، إئذن لنا أن ندخل في قطيع من الخنازير. فأذن لهم، فالشياطين دخلت الخنازير، والخنازير جرت 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 وحدفت نفسها وماتت كلها. وبعدين الناس طلعت قالت للمسيح إيه؟ سيب القرية بتاعتنا لو سمحت وامشي عننا. طب نفهم ايه من القصه دي؟ الحقيقه حبيبي القصه دي ليها اكتر من معنى. المعنى الاولاني ان الانسان اهم عند الله من اي خليقه تانية، بدليل ان ممكن يكون انسان ايه الخنازير دي؟ ما هي خنازير، لكن الانسان انسان، فربنا عاوز يثبت ان الانسان اهم من اي حاجه. نمره اتنين، عاوز يثبت لنا من الحوار اللي تم ان حتى الشياطين تحت سلطان الله، ان كانت تتحدى الله في اولاده لكن تحت مين؟ سلطان الرب، بدليل ان الشياطين قالوا ائذن لنا ان ندخل في الخنازير. يعني الشيطان مش خرج من الولد بمزاج ودخل في الخنزير، لا ده ربنا ضابط الكل. فقال لهم لا، قال له يعني الاذن كان مين؟ من المسيح، يبقى المسيح له سلطان على كل شياطين. الحاجه الثالثه اللي ربنا حب يعلمها لنا من المعجزه دي شراسه الشيطان. قد ايه الشيطان لما دخل في الجسد اهلك الجسد بتاع الخنازير. كأن ربنا عاوز يقول لنا الشيطان عاوز يعمل كده مع كل واحد فيكم. آخر حاجة عايز أقولها إن في الوقت ده كانت الشريعة أساسا منع أكل وتربية الخنازير، فكون إن الناس تربي خنازير ده ضد الشريعة، وبالتالي
يعني أساسا الخنزير كان ممنوع يتربى وممنوع يتذبح وممنوع يتاكل. ده طبعا إجابة سريعة، وانت ممكن تقرأ تفسير هتلاقي فيه يعني كلام أكتر وأعمق وأوسع. 9، السؤال 9، واحدة بتقول أنا في تانية أداب اجتماع، أنا خادمة حضانة وبالرغم إني خادمة لكن أخاف بالليل جدا وأشعر إن الشيطان ممكن يظهر لي ويضايقني، وإذا قمت بالليل للذهاب للحمام مثلا أجد جسدي يتجمد من الخوف ولازم أضيء أنوار الشقة كلها، فماذا أفعل؟ أنا مكسوفة لكن هي دي حالتي. عاوزك يكون عندك ثقة في ربنا وتقولي إن الذين معنا أكثر من الذين معهم، ربنا أقوى من الشيطان. وخلي دايما في صليب في إيدك، قبل ما تنامي ارشمي نفسك بالصليب، وانت أي ممسك الصليب وقولي قوة الصليب تحرق كل مملكة الشيطان. الموضوع عاوز إيمان وعاوز شوية ثقة، فإذا ما كانش ده هيكفي مع الوقت هيبقى محتاجين برضو مساعدة نفسية شوية، لأن ممكن يكون موضوع داخل في فوبيا شوية. لكن أنا شايف إن شوية إيمان بسيط زي إيمان الأطفال اللي أنت بتعلميهم ممكن يطلعنا من المشكلة دي خالص. آخر سؤال، حد بيقول أحب القديس أبو سيفين جدا وهو صديقي السماوي وكذلك البابا شنودة الثالث، وأطلب من الله إن واحد فيهم يظهر لي، ولم يحدث مطلقا إن حد فيهم يظهر لي، فهل هذه الطلبة سليمة أم خاطئة؟ ولا ربنا ما بيخلينيش أشوفهم بسبب خطاياي؟ الحقيقة اللي أنا يعني سامحني هقول لك إن الطلبة نفسها طلبة خاطئة. الآية بتقول طوبى لمن آمن ولم يرى. إحنا ما بنطلبش الحاجات دي. والإصرار على الحاجات دي مش عايز أخوفك، مش عايز أخوفك، وربنا مش هيسمح بكده طبعا، بس ده ممكن الشيطان يقولك أنت عاوز الحتة دي، طب أنا هظهر لك مرة في سورة أبو سيفين. إحنا نطلب صلواتهم ونطلب شفاعتهم ونطلب مساعدتهم، لكن ما نطلبش إن إحنا نشوفهم نشوف العيان. وحتى لو كان ده اشتياق قلته مرة ماشي، لكن تبقى طلبة ومتضايق إنه ما بيظهرلكش، لا، ده تدخل في التدبير الإلهي، لأن ربنا ليه حكمة، عارف الدنيا يعني مش زي أنت متخيل قوي. إحنا طولنا عليكم، لكن خلصنا الأسئلة بتاعتنا. ربنا يديني ويديكم كل نعمة من عنده، ونتقابل على خير إن شاء الله الحلقة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد، آمين.